كويس قوي انك عرفت اللي عمل الفكره، بس ان انا مفيش ما بيني وبينه سابق معرفه، يعمل كده ليه؟ ما انت فاهم بقى انه كان بيحب كارما زمان. ايوه عشان هما كانوا بيحبوا بعض وهما صغيرين، يعمل نفسه واصي عليها لما يكبر. انا مش قادر استوعب هو عمل كده ازاي. هو قال لك ايه يا كارما لما واجهتيه؟ انا ما اديتلوش فرصه طبعا. وانت كنت عايزه تديله فرصه؟ انت رخره، الواد ده مخيله السجن وانا هحبسه. بص انا عارفه ان هو غلط، بس انت كده مش حاسس ان احنا هنبقى بنكبر الدنيا شويه؟ كبر الدنيا شويه كارما، الواد ده على الاقل استغل شغله غلط وكان قاعد بيراقبني، وده معناه ان هو كان اكيد بيراقبك انت كمان، وكان قاعد بيدور لي على الغلطه عشان يوقع ما بيني وما بينك. يعني ايه بكبر الموضوع؟ وانت لما تعمل له قضيه هيروح فين يعني؟ ايه يا كارما، ما تسيب الراجل يتصرف يا كارما، في ايه؟ الله، هيتسجن يا مامي. ما يتسجن بجد؟ انت مالك عماله تدافع عنه كده ليه؟ ممكن عشان حاسه ان هو بيحميني. يحميكي من مين يا كرم؟ من انا؟ واضح ان هو فعلا فارق معاكي. كرم حبيبتي، مفيش اي حد في الدنيا دي هيحبك قدي ولا هيخاف عليكي زيي، بس شهادتك بكره قدام الواد ده في كفه، وخطوبتي انا وانت في كفه تانيه، مفهوم؟ انا لما قالوا لي ان انت شهدت ضده انا ما صدقتش، قلت لا يمكن كارما تعمل حاجه زي كده، بلاش عشان هي عارفه انه بيحبها وان عمل كل ده عشان يحميها، لا انا قلت كارما هتعمل لي خاطر، انا طول عمري شايل المنتجع مع ابوها على كتافي وعلى الحلوه والمره مع بعض، انت ما شلتنيش المره دي يا كارما. والله العظيم ما كنت عارف. وائل عرف ان موبايله معمول له هاك وراح عمل محضر، وانا عرفت بالصدفه المستشفى. ولما عرفتي رحت شهدت ضده؟ انا ما قدرتش ابرر غلطه قدام اي حد. هو فعلا غلط، غلط انه حبك يا كارما. هتعملي ايه دلوقتي؟ مش هعرف اكمل مع البني ادم ده، ويا ريتها جت على علاقاته اللي بره الجامعه. أنا اتأكدت كمان إن كان ليه علاقات جوه الجامعة عندنا. مش ممكن، بجد مش قادرة أصدق إن وائل يطلع منه الكلام ده. بنتي ركزي وتأكدي، بلاش نهد كل حاجة قبل الجواز بكام شهر. خلاص بقى، بعدين الحمد لله إن إحنا عرفنا دلوقتي.